شاهد ابنة الفنانة أمل عرفة والفنان عبد المنعم عميري بعدما أصبحت شابة بعمر 16 عاما، وبرأيك هل تشبه والدها أم والدتها؟ أهلا بكم. أمل عرفة تعيش أجمل لحظاتها هذه الأيام، حيث عادت بالزمن للوراء قبل 16 عاما عندما حملت لقب الأم لأول مرة وأنجبت طفلتها البكر سلمى. فاحتفلت بعيد ميلاد ابنتها برسالة مؤثرة كاشفة عن أحدث صورها بعدما أصبحت فتاة في عمر المراهقة. الفنانة السورية أمل عرفة شاركت متابعيها على انستغرام بلحظة مميزة من حياتها، حيث احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى سلمى التي أتمت عامها 16. ونشرت أمل صورة حديثة لها بدت فيها الابنة بمرحلة المراهقة بعدما كبرت وأصبحت بملامح ناضجة، وأرفقت أمل عرفة الصورة بمعايدة مميزة لابنتها. وكتبت عرفة قائلة: من 16 سنة أصبحت أما، سلمى العمر كله يا روحي، والله يحفظ أولاد الجميع، عيد سعيد. سلمى عبد المنعم عميري. وتفاعل الجمهور مع صورة ابنة أمل عرفة وتغزلوا بجمالها، معربين عن استغرابهم بكونها كبرت بسرعة. وانقسمت الآراء بين من شبه الابنة لأمل عرفة، أما الغالبية فاعتبرت بأن سلمى نسخة عن والدها الممثل السوري عبد المنعم عميري من ناحية لون بشرته وشكل عينيه. أمل عرفة انفصلت عن عبد المنعم عميري قبل أعوام قليلة وأنجبت منه ابنتين، وهما سلمى 16 عاما ومريم 13 عاما. مريم وسلمى عمايري. الفنانة أمل عرفة مع ابنتها مريم. وما يزال الثنائي على علاقة طيبة، حيث يهتم عبد المنعم عميري بشؤون ابنته ويرعاهما ويحرص على مشاركتهما أجمل أوقاتهما من الاحتفالات والمناسبات. وعلى صعيد فني، لم تشارك الفنانة أمل عرفة بأي أعمال درامية في شهر رمضان الماضي 2021، فيما تستكمل حاليا تصوير مسلسل الضفدع، ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب الفنانة أمل عرفة كل من وفاء موصلي وجيني إصبر وتولاي هارون وباسل حيدر وغسان عزب ورشا إبراهيم وغيرهم من الفنانين السوريين. وكان آخر أعمال الفنانة أمل عرفة هو مسلسل شارع شيكاغو الذي عرض العام الماضي، وأثار ردود فعل واسعة وانتقادات بسبب جرأة العديد من أفكاره ومشاهده، إلا أن صناعه أكدوا أن المسلسل عمل جريء لكنه لا يهدف لإثارة الجدل. وقد شارك في بطولته كل من سلافة وخرجي وعباس النوري والفنان دريد لحام، إضافة إلى نادين خوري ومهيار خضور وشكران مرتجى، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز. كما وأعلنت الفنانة أمل عرفة قبل فترة عودتها للغناء مرة أخرى من خلال طرح أغنية بعنوان أنت أشطر، وهي أغنية باللهجة المصرية. وقال عبد المنعم عميري في لقاء له أن شخصية سمير التي جسدها في مسلسل قيد مجهول ما زالت لها تأثير عليه، حتى وصل به الأمر لأن يجهش بالبكاء عند تذكرها، وصرح بأنه يعشق تلك الشخصية الموجودة في حياتنا اليومية. وقال عبد المنعم عميري وهو يبكي بعد أن تذكر لحظاته وهو داخل السجن بأن أصابته اختلاط بين شخصيته وشخصية سمير، كما أنه فقد القدرة على الكلام آنذاك، وأردف بأنه حاول قتل شخصية سمير بهذه المشاركة لكي لا يتم تأطيره من قبل المخرجين كحال بعض زملائه الذين طالبهم بالعودة إلى دورة تمثيل من جديد.
وأردف بأنه حاول قتل شخصية سمير بهذه المشاركة لكي لا يتم تأطيره من قبل المخرجين كحال بعض زملائه الذين طالبهم بالعودة إلى دورة تمثيل من جديد. كما علق عبد المنعم عمهري على إشادة طليقته الفنانة السورية أمل عرفة قائلا: أمل فنانة كبيرة وبتعرف شو عملت لطلعت الشخصية بهذا الشكل. وعلى الرغم من انفصال أمل عرفة وعبد المنعم عمهري إلا أنهما يحرصان دائما على نشر العديد من الصور أثناء مشاركتهما لابنتهما العديد من المناسبات. ولم تعلن أمل انفصالها عن عبد المنعم عمهري لأكثر من 10 سنوات، فالانفصال حصل في عام 2003 وتم إعلان طلاقهما في عام 2015، وذلك بعد أن حصل الطلاق فعليا في عام 2013، وكان هذا الموضوع سريا بينها وبين عبد المنعم عمهري والمقربين جدا. وإلى الآن يشارك عبد المنعم عمهري وأمل عرفة في عدد كبير من الاحتفالات معا، وكذلك عيدي ميلاد ابنتهما، ويظهران في الصور مع بعضهما معلنين استمرار صداقتهما على الرغم من الانفصال. وعن علاقتها بعبد المنعم بعد الطلاق، قالت أمل عرفة في مقابلة صحفية: عبد عشرة عمر وصداقة وأبناء وفرحة الزواج والعرس والتفاصيل التي تعني للأنثى كثير، وفرحة الأمومة والأبوة وأوقات الحزن بوفاة الأهل وتفاصيل كثيرة، منها نجاحات وفشل وخذلان وحرب وسفر. أعتقد أننا تنازلنا كثيرا لأجل الأولاد. وأضافت: ولم نكن نستطيع الاستمرار أكثر، وإلا سيكون أذى للطرفين، وبناتي صرعوا راسي بدهن أتزوج تاني، وأنا لست منغلقة، وإذا صارت ليس مرفوض.